مساء الخير مع الوزيرة. مساء النور يا استاذ تامر. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. طمنيني اولا يا فندم، الطيارة وصلت ولا لسه في طريقها؟ الطيارة لسه طالعة من بوخارست وعلى متنها 175 طالب وطالبة. 175 طالب وطالبة. مظبوط. واقلعت بالفعل من بوخارست العاصمة الرومانية، وان شاء الله خلال ساعتين توصل مصر. بإذن الله. بإذن الله. هل في أعداد تانية لسه منتظرة في رومانيا؟ هو بالتأكيد، لأن دي يا أستاذ تامر أول مجموعة، والحقيقة أنه القيادة السياسية لابد أن أنا أشير إلى هذا الموضوع الهام. القيادة السياسية الحقيقة تضع المواطن على قائمة أولوياتها سواء في الداخل أو في الخارج. صحيح. الحقيقة أنه ما حدث في أزمة أوكرانيا واهتمام الدولة بالطلبة المصريين المتواجدين في المدن الغربية في الشرق وسط وجنوب ومدينة خاركوف على مدار الأيام القليلة الماضية، كان بيرفع تقارير إلى السيد رئيس الجمهورية بطلبات واحتياجات هؤلاء الطلبة. وزي ما حضرتك عارف، أنا كنت على جلسات حوارية يومية معاهم عشان نقدر إن احنا نعرف إيه أكثر الاحتياجات، وطبعا سلامتهم وأمنهم كان بيأتي على رأس شغلنا. فبالتأكيد أنه والحقيقة يا فندم، من التواصل المبكر الاستباقي اللي انتوا عملتوه في الوزارة يعني أكيد ساعدكم دلوقتي في سرعة التواصل معاهم وسرعة عودتهم لمصر. وعرفنا كمان يا أستاذ تامر أماكن تواجدهم، طبعا وعرفنا مين اللي يقدر يتحرك ومين اللي ما يقدرش يتحرك دلوقتي. والحقيقة كان في هذه الجلسات مش بس أن أنا بطمنهم، ومش بس أن هم بيشوفوا وزيرة بتكلمهم، أنا كمان بستقي منهم معلومات. وفي نفس الوقت انه الطلبه، انا بكلم 21 مدينه اوكرانيه، يا خبر ابيض. فممكن طالب في مثلا سومي يدي معلومه لطالب تاني في كارخوف، صح، لمدينه اخرى في ليفيف. فاذا كمان تجارب الولاد بينهم ما بين بعض كانت مفيده جدا في الجلسات الحواريه الافتراضيه. لابد ان انا الحقيقه اشكر رئيس الجاليه استاذ علي فاروق، وايضا خالد الطالب في الدكتوراه، وده ممثل مركز وزاره الهجره للحوار مع الدارسين في الخارج، وهو ايضا بيدرس في اوكرانيا. والحقيقه انه زي ما انا قلت، كانت سلامه ابنائنا في عودتهم الى ارض الوطن سالمين دي كانت يمكن الاولويه. والطلب الثاني على طول اللي بنشتغل عليه، وده انا وفيت بيه معالي وزير التعليم، هو مستقبلهم الدراسي. لانه زي ما حضرتك عارف، الولاد دول في منتصف العام، في ناس كان فاضل لهم شهرين يتخرجوا، في ناس في سنه ثانيه، في ناس في سنه ثالثه. فبالتأكيد انه لابد ان هم يعرفوا ماذا ستقوم او ما تعامل الدولة مع مظبوط. هذه الجامعات وهذه الشهادات، وده وفيت بي معالي وزير التعليم العالي. ممتاز. اعتقد ان احنا كده هنبقى محتاجين ما يشبه الجسر الجوي يعني بشكل منسق ومنظم عشان اعادة الاعداد، خصوصا ان حضرتك دلوقتي احنا ابتدينا بالطلبة، ده لسه كمان بعد الطلبة وانتهاء اعدادهم لسه في المقيمين اللي هيكون عندهم رغبة في الرحيل. هو الحقيقة أكثر الطلبات في العودة هم الطلبة الحقيقة. يعني المقيمين يمكن عايشين هناك بيوتهم، اللي ما جالناش طلبات كثيرة جدا، ومع إن كان عندنا بعض الطلبات الخاصة بالمتزوجين من أوكرانيات. ودي كانت برضو كان لابد من التنسيق مع الجهات المعنية. كلنا الحقيقة كنا بنشتغل، الهجرة الخارجية الداخلية الطيران، كل ده بالتأكيد تحت دولة رئيس الوزراء، إنما بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية. طبعا. فكان لابد إن احنا نعرف التعامل مع المتزوجين من أوكرانيات، لأنه الحقيقة مش كل الناس يا أستاذ تامر قاموا بالتصديق على عقود الزواج الأوكرانية من السفارة المصرية. مفهوم مفهوم. فبالتالي أنا الدولة، أنا بالنسبة لي هذه السيدة ليست زوج هذا الرجل. لسه مش معترفين بعقد الزواج ده. مظبوط. وفي بعض الحالات الاوكرانيات كمان بيتحركوا داخل اوكرانيا ببطاقه هويه. مظبوط. فلما بيجوا يخرجوا من الحدود ما فيش مشاكل، في بعض طبعا التساهل في استثناءات، انما هيجي عشان يركب مصر، عشان يركب ويرجع مصر هيلاقي مشكله. هيلاقي مشكله، صح. ولازم جواز سفر. فمثل يعني عايزه اللي انا عايزه اقوله،
ان احنا دخلنا في كل المشاكل، مش بس مشاكل الطلبه، مشاكل المتزوجين، مشاكل الدراسه، مشاكل حتى ان احنا لازم نطمن اولياء امورهم هنا في مصر. صح. واحنا عندنا اولياء امور كمان في الامارات وفي الكويت، التواصل كان مستمر ومباشر، وده يمكن الحقيقه اللي وصل رساله الدوله في الاهتمام بابناء الوطن في الخير. الحقيقه كان الله في عونك وعون الساده الزملاء اللي بيعاونوكي، مهمه شاقه، وانا عارف ان يعني هي المهمه طبعا شاقه، وانا عارف ان انتوا قدها، بس هي صعوبتها في تفاصيلها الكتيره المعقده، لكن انا متاكد ان انتوا لميتوا اكبر عدد ممكن تقدروا عليه من التفاصيل، وان شاء الله المصريين كلهم يعودوا لبلدهم اللي عايزين يعودوا طبعا بسلامه وبخير. شكرا جزيلا معالي الوزيره، بشكرك شكرا جزيلا على المجهود اللي بتبذليه وعلى المداخله كمان اللي اختصتينا بيها.